مساء الخير على جمهور احنا الستات وعلى كل جمهور قناة تن. قبل ما مسي على روح القلب الروح لازم نفتتح الحلقة بخبر كويس لينا كمصريين، ان روسيا وافقت انها تورد لنا 25 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا. ان شاء الله يوصلوا، وان شاء الله يا رب ما يبقى في موجة تانية، وان شاء الله يا رب العيان يخف، وان شاء الله اللي مش عيان ما يعياش. حبيبة القلب، مساء الفل ومساء الأخبار الجميلة. وطبعا احنا عايزين نشجع كمان كل الناس اللي صحتها تستحمل ومناعتها تستحمل انهم يقفوا جنب وزارة الصحة ويتطوعوا طبعاً، وياخدوا التجارب السريرية اللي موجودة دلوقتي، علشان هو ده هيبقى خط الأمان اللي هيخلينا كلنا ان شاء الله بإذن الله نستفيد بال 25 مليون ألا ونرجع لحياتنا. لا، ما ده غير ده، المصل اللي احنا بنعمله ده بالتعاون مع الصين، ده المصل الروسي اللي مسميينه سبوتنيك 5. مش قصدي، انا قصدي انه ايه، ما احنا لما هنطمن ان في 6000 واحد اخذ الجرعات بتاعه اللقاح عامه، هيبتدي القلق اللي عند الناس بتاع اخذ التطعيم ولا ماخدوش، هنطمن كلنا. فان شاء الله يوصلوا لل 6000 اللي هم عايزينهم عشان نطمن بقى ونخش نخلص الصين ونخش على روسيا، والمهم ان حياتنا ترجع طبيعيه. ولسه الحاج ترامب لما يكسب الانتخابات برضه هيناولنا حاجه. والله اي حد عايز يدينا تطعيم يديهولنا، المهم ان حياتنا ترجع طبيعيه زي الاول ان شاء الله يا رب، وكله بتوفيق ربنا طبعا ان شاء بلا الله بلا شك. بمناسبه توفيق ربنا يا ليلى، موضوعنا النهارده مهم قوي برضو، وفي جزء المفروض انه بنبقى حاجه. انا بخاف من الدخله دي يا ياسو، بخاف. ده انا كنت لسه جايه لك اهو كده قطعتي حبل افكاري. لا انا اسفه، هو الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده ليه علاقه بتوفيق ربنا، هو الجواز. ولكن توفيق ربنا بيحصل فيه دلوقتي شوية شروط كده من المجتمع مش من الدين، وهي والشروط دي للأسف من كتر ما دمها تقيل ابتدى أصلا يبقى ليها قانون لأنها بتحبس يا شيخ. احنا النهاردة عايزين نتكلم عن القايمة. القايمة، أيوان، احنا بعتولنا مشاهدين اللي كتير اللي اعتقد انها لسه ناس كتير قوي مصممة انها تعمل القايمة. بصي يا ليلى، اللي انا مش شايفه لها اي فايده، بس لسه كنت هقول لك، لنا ولا اختي اتجوزنا بقايمه، واعرف ناس كتير، ولكن برضو لما لقينا الموضوع اتبعت كتير على صفحه البرنامج فسالت ناس برضو من المحيطين، لا في ناس اتجوزت بقايمه. لكن اللي انا مش قادره افهمه حاجه واحده، لاول مره هاخد صف رجاله برضو، انت دلوقتي حقك انك تضمني حقك، ولكن هو بيمضي على حاجات ممكن مع طول مده الجواز تستهلك بلا شك. يعني انا اكتشفت ان في ناس بتكتب المعالق والكوبايات والسجاد، اصلا في حاجات طب هيجيبها تاني جديده ازاي؟ وبعدين اسهل حاجه يقول لك نزلت العفش على عربيه نقل وعملت له قضيه تبديد. ايوه، ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه. وبعدين يعني لا مؤاخذه، بالنسبه لاهل الزوجه، الست يوم ما تعوز تخلع هتسيب كل حاجه. يبقى انا مش بجوز بنتي مقابل خشبتين وسجادتين وكوبايتين. لا ما هو برضو معلش، بص يا ليلى، ما برضو عشان نقول الرأي الآخر، الأهالي عشان الرجالة ما بتطلقش بالمعروف، وستات كتير بتتبهدل في محاكم الأسرة عشان النفقة وفلوس المدارس والحاجات دي، فممكن يكونوا بيعتبروها ساتر، لو يدرع ده ساتر الأمان. طب أنا هقولك على طريقة أسهل، مش قايمة ولا بتاع ولا نتشاكل، الفواتير في الشراء تطلع باسم العروسة حتى لو حتى لو قدمي الفاتورة، إيه اللي يثبت إنه خدها؟ إيه؟ القايمه هي اللي بتحبس. قدمي فواتير الشراء، اللي يثبت ان هو خد الحاجه. لا طب انا هيبقى هاخد منه فلوس على الاقل، يعني هاخد منه فلوس الحاجات. أيوة، اللي ده اللي يقول، اللي يقول في الاسم. بصي، ان ماشي اشترينا، انا دفعت فلوس الحاجات دي، أوكي. اللي قال ان ده الزام عليك، انما القايمه الزام على العريس. احنا معانا المحاميه الاستاذه مين، معلش يا جماعه؟ عزه العشري. استاذه عزه العشري على شفتي التليفون. انا حافظه اسمها. الو استاذه عزه. الو، مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ ازيك انت منورانا. مساء الخير يا استاذه. مساء النور، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. استاذه عزه، الموضوع اصبح حبس وقوانين والقايمة. هو طول عمره حبس، لانه هو زي ايصال الامانه، صح يا استاذه عزه؟ طبعا، انا اولا انا ضد القايمه كليا وجزئيا. اشكرك. يعني لان القايمه، احنا اولا قانون الاسره ده لابد من تعديله في حاجات كتير جدا. اولا النهارده الزوجه ما بتحب ان هي تتطلق بتروح ترفع خلع، يعني بتتنازل عن بلا شك.
بتتنازل عن كل حاجه لما هي مش عايزه تكمل. لكن النهارده لما يكون زوج قاعد في بيته وزوجها معاها قايمه وهو عايش معاها وتروح ترفع عليه قضيه تحبسه وهو عايش معاها، ده ينفع؟ لا ما ينفعش. طب استاذه عزه اكيد بيجي لك نوعيه برضو الناس اللي هو لا انا عايزه اكتب قايمه عشان خاطر بعد الشر اتطلقت وعلى ايدها عيال، مين هيصرف عليهم؟ ما ده اللي هيبقى بدل ما نروح محكمه الاسره نرفع قضيه طلاق عاديه ونقعد ونرفع قضيه نفقه ونخش في مهاترات كتير. والله القايمه دي انا ضد القايمه دي، كانت عرف وابتدى يتسن قوانينها كقانون. القايمه دي بمثابه ايصال امانه، هو ينفع ان زوجه تعيش مع زوجها وهي معاها مستند يحبسه؟ يعني وينفع برضو العكس يا استاذة؟ معلش يعني ما في رجالة كمان بتفتري على الستات ولا ما فيش؟ اه طبعا في رجالة كتير بتفتري على الستات وبتسيب اولادها من غير مصاريف وبتسيب زوجها من غير مصاريف اه لا ده دلوقتي تعدد ذلك، زي الراجل اللي هو يعني حاول يلبس مراته في قضية يعني طب استاذة عزة ممكن نعرف هي الحكم القضائي بتاعها بيبقى كام سنة حبس لتبديد القايمة؟ القايمة عامة حكمها من سنة لثلاث سنين. أوكي. زيها زي اي جنحه تبديد بتقام من سنه لثلاث سنين، يعني من اسبوع لثلاث سنين. من اسبوع لثلاث سنين. طب عايزه اقول لحضرتك حاجه، ساعات الست يعني او اهلها بيعملوا العمله دي، وبعدين هو طبعا من حق الزوج ان يستأنف لو هي تنازلت في الاستئناف او اهلها او اللي رفع الدعوه يعني. لو مش تنازل تصالحي يعني مش عارفه المشكله مش في كده يا فندم، المشكله ان الزوج بيتبهدل. يعني ايه؟ يعني زوجه عايزه تبهدل جوزها، مش قصه قايمه. انا برفع عليك قضيه بالقايمه تبديد، وبتيجي تقول له انا عايزه منقولاتي، فبيقول لها حاضر. مضطر ان هو ادم في مشاكل قضائيه بينهم، مضطر ان يحط العفش بتاعه كله في عربيه ويروح بيعرضه قدام القسم. ايوه كنت لسه هسال حضرتك على موضوع العرض. وهي تقول له لا العفش ده مش بتاعي، لا السجاده دي متغيره، لا الانتريه ده متغير، الصالون ده مش عارف ايه، يدخل يعمل محضر ويرجع بيه تاني على والله انا بيصعب يعني عليا المحاكم. تاني ما اضحكك بقى يا ليلى، استاذه عزه يعني بعد كده بقى يصور الحاجات اللي مكتوبه في القايمه ويحطوها بقى دلوقتي؟ والله احنا مره احتكمنا يصوروا ويعملوها من الاول. بصي يا استاذه، احنا مره في قصه قايمه زي كده احتكمنا للفيديو بتاع الفرح. انت بتقولي الحاجه دي مش حاجتك، طب ما هو الفيديو بتاع الفرح اهو. ده فعلا يعني والحاجات دي حاجات مستهلكه، يعني معلش انا النهارده بجيب حاجات والزوج بيجيب حاجات والاثنين بيحطوهم في قايمه لصالح الزوجه، الحاجات دي حاجات زي ما انت استهلكتيها انا استهلكتها. طب عاداتنا بقى يعني معلش يا استاذه، عاداتنا او العادات اللي يعني العائلات اللي بيحبوا يعملوا موضوع القايمه بتقول لك ما هو لو ما رضيش يمضي على القايمه يبقى لازم نخونه. ما هو بصي دي عادات سيئه والله، اصل النهارده اللي بيبقي على عيشه بنته مش بيدور على انتريه وسفره وصالون وشويه قطع. انا ده الحقيقي رايي، وبعدين حياتك اتكلمتي على ان اللي مش عاجبها العيشه تروح ترفع خلع، ما هي خلع هتتنازل عن كل حقوقها الماديه. لا يعني بتتنازل عن كل حقوقها ما عدا القايمه، لان القايمه دي شق منفصل تماما عن الحقوق الزوجيه كنفقه وكنفقه بس متعه. بس اساسا اللي يبيع حضرتك المؤخر بيروح في المؤخر. لا المؤخر بيروح في الخلع، بس المؤخر لا يحبس برضو. لا هو بصي مش حبسه، هو المؤخر الزوج لو طلق غيابي بيدفع المؤخر. ودايما القصه مش في كده، القصه ان قانون الاسره ده لابد من تعديله، لان في حاجات فيها سلبيات كتيره جدا. يعني القايمه دي جزئيه، في جزئيه تانية اما اب وام ينفصلوا بيبقى بينهم اولاد، عشان يشوف اولاده دي من رابع المستحيلات، ولازم يعمل دعوه ولازم يقف في قضاء. طب ازاي احنا نحرم اب من اطفاله ونقول له لا انت عدم طلقت مراتك يبقى ممنوع تشوف اولادك، ولو شفتهم ايوه الرؤيه دي مؤلمه قوي، وموضوع ساعه في مركز شباب او نادي او معرفش ايه، تروح مركز شباب وتقف والطفل يبقى زيه زي المسجون كده، انت وهو بتقابلوه اكنه واحد رايح يزور زياره مساجين. طب ده يرضي ربنا؟ طب كان في يا استاذه عزه كان بيتناقش موضوع ان الولاد يباتوا مع باباهم يوم في الاسبوع، يعني كان طرح على المجلس الشعب بس لسه ما اتخذش فيه اي اجراءات ولا اتلغى؟ انا يعني في نقطه والتعارض بتاعها او المضاد بتاعها، النهارده لما الطفل بيوصل للسن القانوني من حق يخيروه بين الاب وبين الام. طب انا كطفل عايش مع امي دي 12 سنه او 15 سنه، اما تيجي تخيرني ابويا ولا امي، طب هختار مين؟ ما انا هختار اللي انا عايش معاه. هو عموما الموضوع ده فيه كلام كتير وعايز بحث اكتر من كده، يعني هو مش عايز كده عشان حالات وحالات، يعني زي ما في رجاله مظلومه في ستات مظالم كتير جدا. احنا بنشكر حضرتك يا استاذه، وهنخرج فاصل سريع
ونرجع لكم على طول. وطبعا في الانترو كنا بنتكلم عن القايمة، بس القايمة عايزة عريس وعروسة، والجواز اصلا دلوقتي بقى صعب، واغلب الناس اللي المفروض بتتعرف على السوشيال ميديا بيعملوا لبعض احلام وردية، وبيبقى ارض الواقع ملوش اي دعوة باللي قالوا البعض على السوشيال ميديا. ولكن احنا النهاردة اقتباسا من فوازير الجميلة نيلي اللي في سنة 81 الخطبة، احنا النهاردة معانا الخطبة سوسو اللي شغالة اونلاين اصلا، بس المفروض انها ضمن العرايس والعرسان. مساء الخير. مساء النور. اقول لك يا سهير ولا اقول لك يا سوسو؟ اللي عجبك. عريس يا ماي. طب اقول لك عريس يا ماي على سوسو. ولسه ليلى كانت بتهزر تقول لك طخوا بس ما تموتوش. يبقى سوسو. ازيك منورانا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا اصلا كنت فاكره ان المهنه دي اختفت، يعني اوكي الناس تحب توفق راسين في الحلال، بس يعني كنت فاكره ان خلاص مقتصره على الاقارب والصحاب والجيران، ما كنتش عارفه ان لسه في مهنه خطبه فعلا. لا هي لسه في فعلا، عشان الناس انشغلت، بس في ناس بتعمل دراسات عليا، وفي ناس مشغوله باشغالها، وفي ناس بتبقى مسافره بره، فبتبقى محتاجه وسيط. زي ما احنا بنروح نقدم في شغل بنبقى محتاجين وسيط، فهم بقى من كتر مشاغلهم ومن كتر ما فيش وقت اللي هم يشوفوا عريس او كده، فبالتاكيد محتاجين لوسيط. طيب بس دي مش مسؤوليه كبيره عليكي انت ضمن الناس طبعاً دي بقى صح؟ طبعا طبعا مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. طب يا سوسو بتعملي ايه عشان تعرفي المتقدم يعني، او اللي بعت لك او البنت الطلع نفسها؟ ما الراجل مش مضمون والست مش مضمون. البنت او الولد في حد ذاته. طبعا انا بقابل العريس وبقابل العروسه، لازم بعمل بعمل انترفيو وبشوف بياناتهم وباخد صورة البطاقة بتاعت العريس، وعندي مندوب لازم يستعلم على العريس، عشان في ناس تقول أنا مش متجوزة وبتطلع متجوزة كمان، في ناس بتقول أنا مهندس أو دكتور ما يطلعش مهندس أو دكتور طبعا، يبقى معاه دبلوم صناعي. أيوة معلم افتراضي. دي الحاجات المهمة اللي حضرتك كنت بتسألي عليها. فعلا حاجات مهمة وحاجات خطيرة. لا واللي هي ما بنعرفهاش كمان، أنا يعني من الناس اللي بآمن إن الجواز مش راجل وست، بالتأكيد جواز عيلة وعيلة، بالتأكيد، لأن هو اللي بتعيش لما يخش كأنهم عيلة وعيلة فعلا. يعني مثلا احنا شفنا حتى زمان افلام اللي هي مثلا نجلاء فتحي اتجوزت بتاع الزبالة وتعيدها تكمل تعليمها، بس مش ممكن. هنا في فرق ثقافي، فرق اجتماعي، فرق، انت بقى بتراعي الحاجات دي طبعا كله. بالتاكيد لازم. طب بس خديني بس استني بقى، انا مهتمه. اتفضلي. يمكن تعملي حسابي ما تهونيش. يلا طلع دي يمكن تبقى يعني انا مثلا ايه، هل انت عندك ابلكيشن اونلاين؟ يعني مثلا انت في حاجه الناس بتخش تكتب مواصفات العريس اللي بتدور عليه؟ انا طبعا مهتمه بالستات، فالبنات بيخش يقول لك انا بدور، انا سني كذا وبدور على واحد سنه كذا بيشتغل كذا. لا انا مش بعتمد على الابلكيشن ده. انا بعتمد على الابلكيشن لما يجي كده المقابله الشخصيه فيس تو فيس، العروسه والعريس. انا شعرفني في الابلكيشن اللي هو كاتبه ده اللي هو كلامه صح، ولا البنت كاتبه عن نفسها؟ يعني البنت بتبعت لك تقول لك انا عايزه عريس، فتقول لها يلا ننزل نتقابل. بكلم بجد الموضوع بيمشي ازاي؟ اقسم بالله هذا بيحصل. يعني على طول، على طول اللي يطلب عريس او عروسه بتقابليه على طبعا طبعا، بتحددين موعد للمقابله. بهتم بالعريس اكتر. وتوري بقى صور زي زمان زي الافلام دي وكده؟ لا 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 ابني بنتي كتكوته صغنطوطه. لا لا الابلكيشن هو اللي بيحدد هو عايز ايه وهي عايزه ايه. انما في اللقاء طبعا لما بيبقى في لقاء كده وفي ارتياح نفسي وفي كاريزما بينهم هما الاثنين، بيبقى في توافق، ده ربنا بقى اللي بيوافق. اتجوزتي كام حد؟ ده حلو. بسم الله ما شاء الله اكتر من 300 حد. بسم الله ما شاء الله. في فتره قد ايه سوسو؟ يعني انا من اول ما فكرت اشتغل الشغلانه دي. لا انا اصلا مديره علاقات عامه في المصريه للاتصالات. فانا عملت مشروع الخطبه ده انا بقالي بتاع حوالي 20 سنه. بسم الله. ثانيه واحده بقى، احنا معانا احمد من اسكندريه تقريبا. أيوة. بيدور على عروسه. ايوه. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور يا احمد. الله يخليك. مساء الورد. كنت عايز اسالك بس، يعني انا بدور على عروسه، فعندها عروسه ليا؟ طب حضرتك مواصفاتك ايه؟ هتنزل تقابلك واضح. حضرتك هتسيب بقى بعد كده في الكنترول تليفونك بقى وهي هتبقى تكلمك، بس مواصفات حضرتك ايه يا استاذ احمد؟ عايز عروسه شكلها ايه طيب قبل مواصفاته هو؟ مش هو اللي طالب؟ اول حاجه البنت الحلال. بنت الحلال. ايوه. عايزه اكون محترمه وعايزه تحترم ام ناسي. امك وناسك. طب حضرتك عايزها كام سنه؟ 30 او 28 كده.
طب ده سن كويس قوي. طب بس انا بما اني نصيرة المرأة، ما انا لازم اسالك، وانت يا استاذ احمد عندك كام سنة؟ ويعني برضو يعني كده اخد وعطى يعني عشان اديك بنتنا كده بالسهل يعني. حضرتك عندك كام سنة وظروفك كويس؟ ايوه الحمد لله. الحمد لله. خلاص استاذه سوسو هتاخد تليسيف نمرتك في الكنترول وهتبقى تتواصل معاك، بس تنساش تعزمنا بقى على الفرح ان شاء الله. قولي لي يا سوسو، ايه اغرب جوازه عملتيها من ناحيه بالظبط؟ غريبه يعني، كانت بالنسبه لك مثلا اتنين اتقابلوا ما طاقوش بعض وبعدين طلعوا اتجوزوا في الاخر، يعني كان لا. فيها مفاجاه بالنسبه لا. لك لا، اغرب جوازه بجد وكانت مفاجاه بالنسبه لي، اتنين اتخطبوا من عندي اوكي وكان في قصه حب، فحصل اكشنات، هم ساعات بيرجعوا يقولوا لي ايه رايك في الموضوع ناخد رايك كده يعني. وبعدين ما حصلش نصيب فاتفسخت. هي اتخطبت ثلاث مرات وهو خطب ثلاث مرات، وفي الاخر اتصلوا بيا وعايزين يرجعوا واتجوزوا وخلفوا. بجد ده نصيب رسمي طبعا. ده نصيب. طب انا حصل حضرتك سؤال هو دمه تقيل شويه بس اكيد هو يجي في دماغ المشاهدين، انت مستفيده ايه؟ ما هو شغل. فانت بتاخدي نسبه من المهر مثلا؟ لا لا، باخد رسوم. تاخدي رسوم؟ باخد رسوم. والناس اللي ما بيبقاش عندها مقدره طبعا. والناس اللي بتبقاش عندها مقدره بساعدهم. ربنا يبارك لك. المهم ان احنا نوفق راسين في الحلقه. طب ربنا يبارك. معانا تليفون هدى. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا هدى؟ الله يسلمك. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي يا حبيبتي. لا هدى وطي بس يا حبيبتي التلفزيون عشان تسمعينا من التليفون. ماشي حضرتك. انت دلوقتي حضرتك بتطلبي ان احنا ما يبقاش لينا قايمه صح؟ لا، احنا بنقول ان القايمه بتحبس، يعني الراجل اللي بيمضي على قايمه دي يعني سكين على رقبه الراجل في راي المحامي. انا بقول ان الست لما بتبيع كل حاجه يا هدى. طب ماشي حضرتك. طب انا دلوقتي لما انا متجوزه ومعايا ثلاث اطفال وجوزي خاين ومش عايش كويس في بيته، امشي معاه ازاي؟ يعني حقي. طب يعني ايه هتسجني ابو عيالك ليه؟ هتستفيدي ايه؟ هو اساسا يتساب ما دام دي مواصفات. لا انا بعد اذنك يا ليلى ثانيه. هو لما بسيبه بيهددني بعيالي. طب انا هسال حضرتك بس. ما يقدرش ياخدهم. انت حاضنه. ثانيه واحده يا هدى. يا ثانيه واحده يا ليلى. استاذه هدى، هو حضرتك عايزه تقعديه عشان تربيه انه خانك، ولا هو لما بيسيب ما بيتكفلش بمصاريف الولاد؟ ما هو سابني سنتين ما تكفلش بمصاريف عياله، وانا شلت عياله وعشت خدامه لعيالي سنتين، وبعدين خطف ابني مني الكبير. طب هل حضرتك لو حبستيه من اسبوع لثلاث سنين زي ما الاستاذه المحاميه قالت هيدفع؟ ما هو مش هيدفع برضه، وبس الولاد كل اللي هينوبهم ان باباهم بقى سوابق واللي حبسه مامتهم. فاهمه قصدي حضرتك؟ طب يعني قصدي حبسه. انا بعمل له حساب. ماشي حضرتك، انا بعمل له حساب دلوقتي وهو مش عامل لي حساب. احنا بنعمل حساب الاطفال والله. اعملي حساب الاطفال مش حساب. لا حسابك ولا حساب. عايزه اقول حاجه. بما انها اتفضلي يا سوسو. بما انها انتظرت سنتين ممكن تنتظر اكتر من كده عشان خاطر الاولاد. على فكره احنا مش بنقول على مش عايزين الناس تزعل يا جماعه. احنا مش بنقول لكم اقبلي وضع غلط او اقبلي انه ما بيصرفش او ان الراجل يطلع كمان يعني. على فكره لازم مسؤول عن ولاده. نجيب اميره تشرح قانون الاسره يعني. لان واضح ان الناس احنا مش بنقول انه تستحملوا ظروف قاسيه، ولا بنقول ان الراجل يملص من مهامه ومسؤوليته تجاه الولاد. لكن احنا بنقول لما بنحبس الاب وبتبقى الام هي اللي حبساه بتبقى وصمه عار في تاريخ العيله. ولادها يسامحوها لما يكبروا. لا بس احنا بنتكلم في ايه. ردي عليها. الو الو. ايوه اتفضلي. ايوه وطي التلفزيون يا ايه عشان اسمعك. تمام. اتفضلي يا حبيبتي. إيه بصي حضرتك، هو بالنسبه للموضوع اصلا دلوقتي انا يعني كان في قدامي حاله وكان الراجل كويس جدا 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 مع زوجته وكده، بس هي اللي غدرت بيه ومع ذلك هي مش بتوريه اولاده ومش مش بتتعامل معاه كويس. حتى اولاده لما بيقابلوا اهل يعني اهله وباباهم وكده ما يعرفوهمش. طب معلش يعني انا بالنسبه لي بصي انا دلوقتي من مشاكلكم دي سواء الراجل اللي تعب في الجوازه او الست اللي تعبانه في الجوازه هنستضيف الاستاذه اميره باهي الدين بركات تقعد معانا تشرح للناس
حقوقهم فين وواجباتهم ايه في قانون الاسره. هتجيب استاذه اميره فعلا لانه كمان يا جماعه احنا والله مش بنشجعكم انكم ما تاخدوش حقوقكم، ولا بنشجع الرجاله انها ما تدفعش الالتزامات اللي عليها، لكن احنا عشان احنا هنا دايما في البرنامج بنحاول نساعد نفسنا ونساعدكم نبني اطفال ومجتمع ان شاء الله كويس ليهم. احنا بس خايفين على الاطفال. حقوق الطفل تاتي قبل الكل. طب احنا نرجع لسوسو بقى والكلام الحلو. الجوازة باظت. ونرجع للفرح بقى. والله ده السؤال اللي كنت هسأله لك. طب في جوازات باظت مسكوا فيكي قالوا لك انت اللي معرفانا على بعض؟ لا لا، ها اشوفوا اللي زقني. لا لا، على فكره بيرجع للنصيب اقسم بالله. طبعا انا بس رساله بوفق، انما على الله هو التوفيق بس. لو هم ليهم نصيب، بصي في قصه حب اذا كانوا هم يتجوزوا عن وسيط او عن قصه حب او شافها فجاه او ايا كان، وارد كل حاجه اختلاف. ماشي، بس اسمحي لي يا سوسو، احنا في البرنامج هنا وفي برنامجنا القديم جالنا كتير شكاوي من اتعرفت عليه على الفيسبوك وقال لي ما اعرفش ايه وسافرت له البلد اللي بيشتغل فعلا فيها، وانا معاكي، وطلع بخيل جلده ومامته طلعت ما اعرفش ايه، وقال لي اصل نظفي بيت الجيران. لا بهزر، فعلا نظفي بيت امي. قصدي في حاجات انت شايله مسؤوليه. طب انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، عن طريق الفيسبوك حاجه وعن طريق الوسيط حاجه. طبعا. انا هسال حضرتك حاجه، او انت حضرتك مثلا ما تروحي مشوار مع واحده زميلتك وتدخلي مع واحده عند حد انت تعرفيه شخصيا او عند حد انت ما تعرفوش، يعني الوضع الاجتماعي، وانت داخله وانت عند حد تعرفيه بتبقى عندك ثقه في نفسك وداخله وبتقولي فعلا انا داخله عند مثلا مدام سوسو وعارفاها، بتتكلمي بثقه. انما لما تدخلي عند حد ما تعرفوش اللي هو الفيسبوك بقى اللي احنا بنتكلم عليه، زي ما حضرتك مثلا ممكن تتكلمي واحده تلاقيها واحد، طبعا ممكن تتكلمي واحد. لا يا حضرتك انت بتروحي عند طريق اي وسيط مش شرط مدام سوسو، فبتقول لك اللي هو ايه ده انتوا كتير مهندس. بسم الله ما شاء الله على الفيسبوك، بسم الله ما شاء الله. متاخرين قوي. ايه ده؟ انتوا جايين متاخرين دلوقتي. خلاص البنت اتقدمت لك يعني، فانت نزلتي قابلتيها، في رجاله عندك برضو، ايه الخطوه الثانيه؟ بتبقى الخطوه الثانيه بعد المقابله طبعا انا ببقى عارفه السي في بتاع الولد والسي في بتاع البنت، وبروح مقربه وجهات النظر. طب انا عندي مثلا مهندس، عندي دكتور، عندي ضابط، في المواصفات اللي انت عايزاها. برضو العريس بقول له كده، انا عندي مهندسه، عندي دكتوره، ايا كانت الوظيفه بتاعتها، ونفس المواصفات اللي حضرتك عايزها. طبعا كل السؤال اللي تملي بتسال فيه العريس متطلباته ايه في العروسه. طبعا الجمال زي ما انا سالت ده، وان انت زي ما انا سالت. انا بقى بقول لكم والله جاي تقول طلباتك ايه؟ مش انت اللي عايز تتجوز؟ ايه ده على فكره، والست لازم يبقى ليها طلبات يا جماعه، والبنت ليها متطلبات. مش متعودين الست صباعك ده لو جه هنا تاني يعني ايه الست مش هو كمان شريك حياتها وهي كمان حقها تختار؟ انا بقول تملي ال يعني عشان بيقنعوهم انك كبرتي وعايزين اي عريس. لا 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 على فكره انا سمعت سؤال برضو في ناس قاله لي قبل كده، بيقولوا لي البنت بتروح عند وسيط او عند خطبه عشان سنها كبر او عشان وحشه، بل بالعكس اقسم بالله اجمل بنات بتجيلي واحلى مراكز بتجيلي عشان عايزه بس الثقه الضمان. طيب بيقعدوا مع بعض عن طريقك بقى؟ ايوه، وبيتقابلوا اول لقاء، لو انا فاضيه ما عنديش حاجه بتقابل معهم اول لقاء، لو انا مش فاضيه والدتها او والدها بيتقابلوا ويرجعوا يقولوا لي. في ناس بتقول لي في اي مكان عام يعني. ايوه طبعا. او العريس عايز يروح لهم البيت ما فيش مشكله، كل واحد على حسب امكانياته. احنا ما بنقولش لحد انت تعمل ايه مجبر بكذا. فبيجوا اول لقاء، في ناس بتقول لي استني مدام سوسو ليا لقاء تاني، وفي ناس من اول لقاء تقول لي لا انا مش مرتاح له، وهو بالتاكيد يقول لي لا انا مش مرتاح لها، وفي ناس بتقول لي انا لما اصلي استخاره وارتاح انا هرد على حضرتك. وفي الحاله دي بقى بتوريهم ناس تانية بالتاكيد لو طبعا هم ما بالتاكيد مع بعض. طبعا من حقها هي تشوف زي ما هي عايزه، ومن حقه هو يشوف زي ما هو عايز. طب اغرب الطلبات ايه؟ يا مثلا راجل يقول لك ايه انا عايزها نانسي عجرم في نفسها. هيفا وهبي في أيوة جسمها. ما هو ده هو ده انا عارفه والله هو جدعه وخجوله ويعني وتشمي انا ومامتي والجيران واموره. السؤال بقى اللي بقى يجي كتير قوي من بعد كورونا اكتر. لازم تكون بتشتغل قاعده. دي جايه تشيل معايا مش انا ده بعد لازم خلاص قال لك احنا نخش على اوبئه لازم حد يشيل معايا لازم حد يشيل معايا. طب والنبي والبنات طلباتها ايه؟ البنات عايزه ابن حلال طويل وامور وجزمته حلوه والحاجات دي. البنات عايزه ستره بس بقت طلباتها كتيره بامانه بامانه. طب قبل ما تقولي طلبات البنات معانا خلود اهي على التليفون من المنيا، نسمع نشوف طلباتها ايه. الو الو، ازيك يا خلود؟ الحمد لله.
طلباتك ايه يا خلود؟ انا كنت اتواصلت مع مدام سوسو ومتصله اشكرها لان هي فعلا كل الكلام اللي قالته على الهوا هو حقيقي. انا طلبت عشان اختي وهي قالت لي في انتظار ان المندوب بيبحث عن العريس وبيتاكد من معلوماته كلها، واول ما بنتاكد من المعلومات بنتواصل، وهي فعلا مش بتاخد اي عموله لما العريس والعروسه بيتوفقوا سوا، وفعلا هي جاده جدا في كلامها. طب يعني نقول ان لاختك نقول لها مبروك؟ لسه شويه بس ان شاء الله هنقول لها. ادقي معاكي الموضوع، ادقي معاكي اليوم، ادقي معنا اليوم. معنا خالد. الو. ميرسي يا خلود. سالم. معنا سالم. سالم. الو. اي سلام عليكم يا سالم. الو. اتفضل يا سالم انت على الهواء. الو. السلام ورحمه الله وبركاته. اقفل اوطي التلفزيون واسمعنا من التليفون يا سالم لو سمحت. حضرتك بتقول ان القايمه بتربط الزوج. ايوه القضيه. هو برضه مش رايح يشتري جاموسه يعني. لا بقى غير مقبول الطريقه دي يا استاذ سالم، معلش احنا اسفين، وواضح ان موضوع القايمه اتك على الجرح على الوتر الحساس. ان شاء الله الاعداد هيحضر لنا حلقه ونجيب معانا الاستاذه اميره بهي ان شاء الله المحاميه وناخد بقى في ايه اصل ده قانون يا جماعه مش احنا. كمتكامل. ده قانون مش بس. احنا لكن نوعدكم مادام مهتمين قوي بالموضوع كده هنرجع له ان شاء الله تاني الاسبوع الجاي. يلا يا سوسو، بنات طلباتها ايه؟ معلش يا سوسو انت حظك جه. جه مع الاكشن. ايوه مع الاكشن. لا بتقولي البنات طلباتها زادت يا سوسو. البنات طلباتها زادت. هي هم من حقهم بالنسبه للي احنا المستوى اللي احنا بقينا فيه هم من حقهم بس نبقى رحمين شويه عشان نعرف نتجوز، عشان ما نخشش نسبه طلبات. لا انا عايزه اعرف ايه الطلبات. ما انا هرد عليك. ما انا بقول الطلبات هي اللي هي بتخلينا نتاخر. يعني مثلا زي ما احنا بنقول المؤخر بيبقى عالي قوي. ماكسيمم 100,000 ماكسيمم. فيما فوق مينيمم بقى ده 100,000 يعني طالع. يعني احنا وفي ناس بتبقى اقصى حاجه تقول 100,000. اوكي. الشبكه 50,000. طب ما احنا زمان لو احنا رجعنا لزمان وايام الخطبه زمان ما كان في القرايه الفاتحه ما تطلب ساري عربي على طول وتخلص. لا ده الساري عربي بقى ده بيطلب لك على طول طبعا بالست صفار بقى بالست صفار. هم كلهم من حقهم يعيشوا عيشه طبعا بس الرحمه حلوه. في ناس بتقول انت مع الشاب. لا انا مش موضوعي مع الشاب. احنا لو طلبنا من الشاب مثلا شبكه ومهر ومؤخر ونفقه وقايمه بصي وبعدين نرجع تاني للقوانين وهيرفع عليا خلع ومش عارفه ايه. طب انا في شاب قال لي كلمه عجبتني قوي وزعلتني جدا بيقول لي ايه بصي يا مدام سوسو انا بعد ما بختار وبتريث في الاختيار وكون كويسه ومؤدبه انا مش عرفني وايه اللي يضمنني اللي هي ما ترفعليش قانون خلع. لا حته ايش ضمني دي بقى يا جماعه دي بتاعت ربنا. يعني انا قصدي اقول الناس بقت متخوفه حضرتك لدرجه ايه بقول له احسن نيتك هتلاقي الدنيا تبقى حلوه. والله يا سوسو انت كلك بركه. الله يعينك وربنا كده يقدرك وتوفقي مليون الف راس في الحلال. وعايزه اقول لك ان يعني الكنترول فيه مكالمات كتير فواضح ان انت جيتي على الوتر الحساس برده فان شاء الله نفرحهم ان شاء الله. سوسو هنجيبها لكم تاني برده يا جماعه ابعتوا لها وان شاء الله يبقى في اخبار حلوه. ميرسي جدا جدا نورتينا واحنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع على طول. عارفين ان من اول ما بدأ البرنامج واحنا بنشجع اي مبادرة بتساهم في المجتمع وبتساعد الناس على الشغل وخصوصا لو كانوا ستات وخصوصا اكتر لو كانوا ستات معيلات. والنهاردة بنستضيف هبة ادريس مش كمصممة ازياء وبس لكنها كصاحبة مبادرة لتعليم الامهات المعيلات مجانا لفن الخياطة
ومساعدتهم على الشغل. اهلا بيكي يا هبه، منورانا. اهلا فيكي. اهلا بيكي يا هبه. هبه، ايه اللي خلاكي تفكري في لا ثانيه واحده قبل ما نقول لها فكري في المبادره، اولا بنشكرك كأردنية مقيمة في مصر وكده، وإنك تعتقد لا ليه أنا بعتبرتها مصرية خلاص. معلش بس برضو المبدأ نفسه إن هي ديزاينر أردنية عايشة في مصر، فقررت برضو إنها حبت الشعب وبتفيد المجتمع، فبنشكرك برضو على دورك اللي بتقومي بيه. يا سلام، هو كل جزوق يا أستاذة ياسمين. شفتي أنا أقدر. أيوه الشعب المصري كتير مزوق، يعني أنا بتذكر أول ما أجيت الجامعة كانوا يقوموا ويقعدوني عشان أنا كنت بدحاحة يعني، فأقعد قدام على الأرض فيقوموا لا ما تقعديش على الأرض، يقعدوني فوق. هو الشعب نفسه ذوق، الشعب يعني خدوم، فعشان كده انت برضه حبيتي تخدمي. هو ده بالظبط اللي انا بشكرك عليه. ليلى بقى سالتك، بداتي فيها من امتى المبادره ومده الدوره قد ايه؟ انا عموما بعطي كورسات عندي في الاتوليه للناس اللي بدها تتعلم تبقى فاشن ديزاينر، كيف تنفذ قطعتها بايديها وكيف تقدر تدير البزنس هو نفسه. هذه كانت شغله واقعه دائما من اكاديميات الازياء، لانه دائما الديزاينر بيطلع ما بيعرف يشتغل وبنفس الوقت ما بيعرف شيء ينفذ، فالعمال بتتحكم فيه، اللي بيقص الدار طبعا بيرمي دراعه، طبعا ده اساسي، فبتلاقي صاحب المكان مش عارف يتصرف. فانا كان دائما بحب اطلعهم مديرين شاطرين وبنفس الوقت اونرز فاهمين في شغلهم، مش حيلا يعني. فكنت بدرس اوريدي لغايه لما في ايام الكورونا كنت بلاقي الاميات على جروب امهات مصر المعيلات قاعدين بيشتكوا طول الوقت انه هم ما معهم مصاري، وان الابهات ما بترفعش سماعه تسال على الاولاد. لا حول ولا قوه. وبنت بتشتغل معي جوزها برضه رامي لها اولاده، فبقولها شو حكي معك سال عنك، انا بطمن عليهم لاني انا ما قفلت المكان ابدا خلال الكورونا. ما شاء الله كنت فاتحته، وحقول لك كيف احنا قدرنا الحمد لله نطور هالموضوع. فالمهم انه هي بقولها شو عمل، قالت لي اتصل علي قال لي اوعي تحكي معي تطلبي مني حاجه كمان. كمان بياكد عليها يعني. لحسن تغلط وتطلب ولا تقول له عيالك عايزينك ولا ربنا موجود. الله موجود، الله موجود. انا منهم كمان والحمد لله، الله مغنينا من فضله انه احنا ما ننزل. ان شاء الله دايما يا رب. يعني انت كمان عشتي ظروفهم، فانت معيله، فانت حاسه بيهم جدا. انا قلقانه على الصنايعي تبعي، وقلقانه على البنات اللي بيشتغلوا معي، وقلقانه على اولادي. في ايام الكورونا انه يكون ما في دخل او ما بنقدر نعطيهم، كنا بنشغل نص اسبوع، فحاسه في العالم. بس كيف ست قاعده بالبيت ما عندها مورد رزق وما بتعرف تشتغل وعمرها ما اشتغلت؟ لا احساس اللي لا حول ولا قوه لي ده كمان. انا مش حضني اتفرج عليهم واتضلني شو بدي اعمل لها؟ لو بعت لها مصاري ما راح تستفيد. صح. لكن انا اذا بعلمها تعمل بزنس، اذا بعلمها تجيب لنفسها فلوس، بتصير قويه، شخصيتها بتصير قويه، بتصير مقبله على الحياه وايجابيه، واولادها وهتفيد اولادها كمان، حتفيد اولادها، تعرف تربي كويس. مصر كانت قايمه على الخياطات الشاطرين اللي بكل شارع تلاقيهم. صح. معبين الدنيا، احسن خياطات كانوا بمصر. صح. كنت ست ام كلثوم الله يرحمها تلبس احلى فستان من مارسيل غزال. صح. كانوا كل الفنانات هدول بيلبسوا من مصر، ونادر اللي تلبس من براند من بره على فكره. طيب قولي لي كم ست تحت ايدك بقى دلوقتي كده كسبتي فيهم ثواب وكسبوا مهنه؟ دي اهم حاجه ان هم كسبوا مهنه. اول شيء احنا هذه منحه غير متوقفه، طول ما انا عايشه ان شاء الله راح اضلني اعطيها ان شاء الله. واذا في حدا وراي راح يكملها اتمنى من الناس اللي تحت ايدي، ان شاء الله بجهز حدا يكون يعني يقوم بهذا الدور ان شاء الله. الشغله الثانيه هم ستات اخذناهم، لانه طبعا عشان نفرق بينهم طبعاً في المسافات والاماكن والبعد الاجتماعي بالضبط. فاخذنا سته، هم عندهم القابليه، مستواهم التعليمي مختلف يعني، في المتعلم وفي اللي لا، وحقيقي هم فعلا فعلا محتاجين ان هم يتعلموا يفتحوا بزنس. طيب بس ساعات الواحد بيبقى محتاج، لسه كنت اقول ساعات الواحد الواحده بتبقى محتاجه وكمان ما اشتغلتش قبل كده زي ما انت بتقولي، وتايهه مش عارفه تبتدي منين، وممكن تكلف وتلاقي نفسها مش شاطره في الموضوع ده. صح حبيبتي. فهل يعني بتعلميهم حاجات اي حد يقدر يعملها؟ يعني الخياطه برضو ليها تكنيك وقص الباترون وكده، كله بيمشي حاله ولا في ناس ممكن تيجي وبعدين تلاقيها انه الشغلانه دي ما تناسبكيش؟ الشغلانه دي ما تناسبكيش، انا اسفه. انا بعمل لها انترفيو من الاول وبشوف سوابق اعمالها، هل هي اشتغلت، هل هي عملت حاجات حتى في البيت لنفسها، مش ضروري تكون بتبيع. يعني معلش انا اسفه، ما فيش ست مصريه ما بتجيبش الشراب اللي بيتخرم وتخيطه في البيت طبعاً. وزرار لجوزها ويونيفورم المدرسه اللي بيتقطع كل يوم والامهات عارفه كويس قوي اللي انا بقوله ده، فمتهيألي صعب انها ما تلاقيش نفسها في الخياطه. ايوه يعني الخياطه للموهوبين واللي بيحبوا
بيحبوها بتبقى مديتيشن. طبعا. واللي كمان بيحبها اكتر وبيقدر يطلع منها شغل يكون عنده شويه ذكاء اجتماعي، ذكاء عاطفي، يكون عنده مهاره بس انه هو يعرف يبيع العميل ويتعرف يحكي معه ويقنعه بنفسه. فبنقي الستات ما عندهمش ممكن المهاره هذه لكن عندها حته القابليه انها تتعلم. ايوه. فانا مثلا كان يجي لي العميل يعمل فساتين سواري ويدنج من قبل الكورونا، هبه ما بتعمليش حاجات كاجوال، ما بتعمليش كذا، لا بعمل، يلا تعالي، والله لو كولون لا اعمل لها. شوفي للدرجه اللي بتطلبه مني اللي بدها اياه، ليش اغلبها اللي تشوفه. وهو كمان رزق يحب الخفيه بالزبط. بالمصري بقى يحب الخفيه. صح صح. لا ما احنا شفنا على الشاشه كولكشن للبيجامات كورونا بتاع البيجامات بتاعتك. مظبوط. انا كان لازم اشغل عمالي في فتره الكورونا بصراحه، وكان انا مش هقدر اني اسكر المكان لدرجه اني في العيد كنت باخد الشغل اوقات على البيت اشطب بايدي لو في شيء ناقص عشان ما يعني اللي مأجز واللي مسافر. فعملنا لاين بيجامات والله تحفه. جميل. بجد بجد حلوين بجد حلوين. صاروا يحكوني يقولوا لي رحنا في الساحل الشمالي. رحنا. ايوه. الذوق حلو اكيد، الخامه طريه وحلوه باين كتير، حرير طبيعي وفي اشياء اسعار متفاوته. طبعا عملت كل الليفلز علشان الناس، يعني بدي اقول لك كل اللي ماشي في الاتوليه عملته بيجامات. فعلا لبس. شوفي بقى فرق بين التفكير. الروح اللي هبه بتتكلم بيها والخبر اللي قريناه الصبح بتاع ديور ده. المحبط ده. ديور عمل افتتح اسبوع الموضه، بس عمل الفاشن شو مستوحى من الكاتدرائيه. طبعا الناس يعني انه رجعت لربنا تاني. وعمل بقى صناديق وازاز ملوي، يعني عمل كل روح الفاشن شو كانه جوه الكاتدرائيه. بجد بس شكله كئيب. يعني مش مبهج، يعني حتى مش مبهج بحيث ان كده يعني خلاص قربتوا تموتوا بقى روحوا تموتوا. لا يمكن كمان علشان هو روح الايمان مع اللاين الشتوي، مع ان احنا خايفين من الشتاء الجاي اللهم احفظنا ان الكورونا تشد حيلها. فهو فعلا فكره مش موفقه قوي. انا كنت من الناس المتفائله جدا ايام الكورونا، كنت دايما اقول لعمالي والله لا تشوفوا حلو، كل شيء راح يصير منيح. انا حضرت الاحتلال العراقي بالكويت سنه 90، وقطعت علينا الكهرباء شهور، وقعدنا 21 يوم ما شفنا الشمس لانه حرائق البترول قفلت علينا السماء. دخان. نصلي بالشبه، ما في مي، ما في كهرباء، ما في شيء بالمره. فطلعت عملت لايف للناس انه كل مآسي بتعدي. الحمد لله والله يوم التحرير انه الشمس طلعت. سبحانك يا رب. انا بتذكر اليوم هذا، انا كان عمري يمكن 10 سنين بهذاك الوقت. فانا قاعده طلعت هيك سبحان الله، احنا ما كناش شايفين شمس. سبحان الله. هو ربنا ان شاء الله باذن الله. هو كان شدت ارض الكويت بقى. الله يرحم. الله يرحمه. الله يرحمه. قلتي جمله عجبتني قوي قوي، عارفه قلتي ايه هبه؟ قلتي كل القماش اللي في الاتيليه استخدمتيه بيجامات وكل حاجه. عارفه انت ايه بقى؟ يعني الناس حطت حاجتها وقالت لك بيتنا اتخرب وعندنا خامات متلتله. شوفي انت فكرتي ازاي؟ لا هات الخامات المتلتله دي بقى بعملها بيجامات حرير وابيعها اونلاين. وبعدين التفكير خارج الصندوق دايما يا جماعه في وقت الازمات. صحيح. وبعدين الستات في ايام الكورونا بدات تفضل لنفسها. فبدات تشوف تحط ميك اب بالبيت. صح. لا وزهقنا من اللبس فعايزه بيجامات تفرحك. وفي العيد بقينا نطلع نقول كله على بيجامات العيد. وبعدين صارت البنت تقعد مع حماتها وتقعد مع حماها طول الوقت وقاعدين في بيت فيه عيله فيه كذا نفر. فمش قادر انها تلبس اللبس العادي اللي كانت بتلبسه بالبيت. فالبيجامز الواسعين وطويله وكذا كانت كتير مناسبه لنا. طب الورشه بتاعتك فين يا هبه؟ في نفس الاتوليه. الكلاس. فكرت الكلاس تسالي عنه. يعني قصدي الاتوليه على دائر المعادي انا. يعني قصدي مكان يقدر ناس كتير من جوه القاهره. جنب كارفور قريب على كارفور. ناس كتير من جوه القاهره تقدر تتواصل معاكي فيه. لا سهل، هو على الدائرة على طول ويقدروا يعرفوا عنوانه من على الفيسبوك من عندك. في ست صفحات. في ليكي ست صفحات على الفيسبوك. على الفيسبوك والانستغرام. والانستغرام. هبه ادريس اولد كوتور، هبه ادريس فاشن سكول، وفي هبه ادريس البرايفت تبعتي اللي هي لاني انا سباحه طبعا وبلبس وكيك بحط يعني تعاوني الماركتنج قالوا لي لازم تعرفي صورك. صح. طب نتكلم في الموضه بقى. كتر خيرك قوي على المبادره. وربنا يا رب يفتحها في وشك انت وكل الستات اللي مش عايزه تمد ايدها وعايزه تكسب بالحلال اللي معاكي في المبادره. يا رب يعلي مناخيرهم اولادها. صح. يا رب يعلي مناخيرهم بالسما دايما لانه احساس الذل كتير صعب. كلمينا بقى شويه عن الموضه بقى، يعني انت كمان شغاله عندك لاين سواري حلو جدا جدا ما شاء الله.
في يعني ما شاء الله عملتي اسم حلو في مصر. الموضه اللي جايه ايه؟ يا رب نلحق نلبسها ان شاء الله، يبقى في افراح حلوه في الشتاء. كده خاماتك، كلمينا عن شغلك بقى الاساسي. شوفي حبيبتي، في الموضه اللي جايه في الفتره هذه اتغيرت برضو مع فترة الكورونا بسببها. فساتين الفرح ما عادتش المنفوشة والمطرزة، صارت الأهدى الأبسط. السواري نفس القصة، أشياء كاجوال عادية ممكن تلبسيها كمان لسواريهات وتكون لأن مناسب. الأفراح بقت أعداد قليلة وساعات في البيوت وأغلبها في الأوت دور وبيخلص بدري. بالضبط، هي دائما الموضة بتتأثر بالمجتمع، بتتأثر بالحرب، بتتأثر بالحالة الاقتصادية طبعاً. وهذا على طول انعكاس رسمي. لكن اللي لسه بيعمل الفستان المطرز والدنيا تقيلة، هو يعني مرتبط عقله بذكريات معينة أو بطريقة. لكن هو الصح ان هم لو حيمشوا على الموضه ان تكون دنيا بسيطه جدا، السمبليسيتي في كل حاجه، كل شيء حتى الماتيريال. طب هل ماتيريال ايه بقى؟ يعني مثلا بدل دونتيل او تول او كده. الكراب كراب الكراب صار، والجيرسي كمان صار، والشيفون شيفون، والشيفونات اللي بنشجر والشيفون الساده. كوكو شانيل في ايام الحرب العالميه استعملت الجيرسي، استعملته في ماتيريال في الفساتين، كان يعتبر خامه رديئه بالنسبه لهم بهداك الوقت. مصر في ايام الحرب العالميه الثانيه كمان لبست حاجه اسمها صوف العسكري. صوف العسكري احنا كلنا ده مشهور بالظبط. فمصر لم تعاني زي بقيه الدول اللي عانت من الحرب. مصانع القماش وقفت في العالم، مصر عندها بورصه القطن، مصر عندها مصانعها، عندها بنك مصر، عاملين لها كل الشركات، السينما، السياحه، الطيران، كل شيء. لو شعبه وقفت في شعب ثانيه شغاله. حليق الاقطان كمان كان تبع الله يرحمه طلعت حرب. فكان الموضوع كتير مهم وعمل صدى جيد لمصر وحماها من انها تتاثر. عجبني طاقتك الايجابيه في التفكير وحياه ربنا بجد. التفكير دايما اللي من بره الصندوق يعني. طبعا مع احترامنا احترامنا لجميع الديزاينرز اللي بيجوا لنا وطب بيعملوا طبعا تاتش، وفي ديزاينرز مصريين شاطرين طبعا كل حاجه، بس يعني عجبني طريقه تفكيرك ان هي ما بتقفش على حاجه. لان هي فعلا يا جماعه ما بتقفش على حاجه لسه كنت ايه فعلا يا جماعه ما بتقفش على حاجه ولا على حد. مصر طول عمرها الفن، الخير، الشياكه، كل شيء. الحنفيات كانت في مصر يا جماعه، وما كان في بلاد عربيه عندها حنفيات. فخلينا نكون صريحين، ليش ما ارجعش على تاريخ مصر نفسها واستوحي منه؟ دائما بشرح للبنات والناس في الكلاسز اقول لهم يا جماعه عندك تاريخ اطلع عليه، شوف الخياطات البسيطين اللي كانوا بالشارع. في فيلم فاطمه وماريكا ورشايل كان في ماريكا رشايل يهودية أخذته لمحمد فوزي يدفع لها حساب الفستان عند ماريكا. تعرفي قد ايه حق الفستان كان؟ كان 55 جنيه لما كان الجنيه بجنيه ذهب. انت متخيله حق الفستان قد ايه سعره؟ ايوه طبعا، لان هو رقم. انت بتقولي حاجه مهمه قوي، هو عارفه ده ايه؟ ده الجوده. ايوه فينش نظيف، ذوق اهم حاجه. الفينش النظيف والخامه كويسه اللي ما بتبص في الغسيل ولا تكش ولا تبهت. وطبعا الموديل الحلو يعني الموديل الشيك. بس انا بس خايفه يختلط، مش عايزه يختلط عندك حاجه مهمه جدا. احنا دايما بنحاول نفهم الناس ان الديزاينر ديزاينر، حد عنده وجهه نظر ومتبع الموضه وبيوريك اللاين الحلو ويعرف يلبسك صح ويلبسك الحاجات اللي تليق عليك. مش اللي انت عايزاه. الخياط هو حد ماهر، او يعني الخياط راجل طلع له صوره بينفذ لك وقال له تعالى اعمل لي دي، بينفذ غير مسؤول عنها. خلي بالك قوي بقى انت في كاريرك انت المهني ان الاثنين ما يخشوش على بعض. انا لا يمكن، اذا ما عجبني بعملوش. وزبايني عارفين يعني الحمد لله. حتى يقول لك يعني اني انا كثير جاد بشغلي، ودايما حتى تعبيرات وجهي وانا بقص وانا بظبط بحب اقص بايدي، اظبط لها الطول. بلاقي انه حتى الخياطين هالايام مش عارفين يظبطوا طول، تلاقي الفستان بجرجر من البنت من قدام. يا جماعه من قدام لازم يكون مظبوط على وش الجسم، على الوش زي ست ام كلثوم. شوفي توقف على المسرح تلاقي الفستان كله ناخد 100 متر 100 متر شيفون وظبط، فيش في غلطه وبس تميل يلمس الارض. لكن مش الصح ان انا امس البس فستان مجرجر وجرجر وافضل طول الوقت وكعبل فيه شاحته طول الفرح. غلط، حلو الديل من ورا اوكي، وله تكات في المعامله كمان، لازم تلف على الواسع زي السياره. ايوه طبعا ما ترجع عليه صح. لازم ايه تلف زي لازم تلف بطريقه معينه، ما تمشيش عليه ولا تقعدي تشديه تعمليه كده. تاخد على الواسع اللفه.
ما ترجع بظهرها ابدا. ملف على الواسع الفستان والديل ده برضو لازم تلفي على الواسع عشان يعني ليه طريقه بس انت فاهمه طبعا. والجيبون كمان لها طريقه في اتكات في المعامله عشان هيك حرام البنات ما بيعرفوا يتعاملوا معها. فانا بشوف انه السواريه لازم يبقى مستوحى كمان من مش بس من طبيعه البنت ومن شخصيتها، كمان من اللي موجود هلقيته شو بتناسب معه. هعمل فرح بجنينه ولا راح اعمله مثلا في قاعه، اضاءاتي عاليه ولا اضاءاتي منخفضه. اصل بصي هنا في اقاويل، ليه بقى اللي بتقوليه 100% صح وانا معاكي جدا في اللي انت بتقوليه، ولكن البنت بتبقى حسب ما تربت وحسب بنات افكارها هي تخيلت نفسها يوم الفرح بفستان تقيل كله مشغول منفوش زي سندريلا تاج 2 متر، هي شافت نفسها كده. تعالي بقى قولي لها الفرح في بيتكم الفرح في الجنينه هو ده حلم حياتها في شكل الفستان الابيض. فاحنا بنحاول نفهمهم ان احنا في ظروف استثنائيه فممكن تتنازلي عن حلمك شويه، خلي التاج بس بسطي الفستان مثلا. انا صحيح. بحب الكراب قوي انا كماتيريال بحب الكراب عظيم، بتنفع سواريه بتنفع ابريميدي فظيع باي وقت في كل حاجه، والنزلة بتاعته على الجسم بتبقى تحفة. هو عشان بس نفهم الناس شو هو الكراب، هو في ماتيريالز بتبقى الفتلة تبعتها فيها برمة فبتعطي زي الخفي خفيف بالظبط خفيف، فبتلاقيها لما بتتلبس على الجسم حلوة بتنزل شو ما كانت القصة صح. ولكن الكريب بيبقى تخين شوية غير الليكرة، يعني في قماش ليكرة ده بيبقى هو زي الجينز اللي بيشد والكلام ده. ليكرة أقيم، ليكرة أقرب للكوريشة. أيوة بالظبط. وعلى فكرة أقرب. كل الماتيريالز نازلين هالأيام بستريتشات وإحنا حتى في اللاين الشتوي اللي بنعمله تعمل ايه بريتا بورتي ولا بعمل اوت كوتور بريتا بورتي عندي ناس تكلموا الناس عربي هيعملوا لاين سواري ولاين الخروج بعد الظهر اتفضلي. لا هو بريتا بورتي اللي هو الريدي تو وير، الريدي تو وير هو الريدي تو وير، ما في منه سواري في النهاري. لا في منه سواري يعني زي مثلا بنروح نشتري من المحلات. ايوه بس معلش الريدي تو وير ده بينطلق برضو على الريد كاربت على برضو في الفاشن شو بيتعرض تو لاين، لاين الفاشنبل قوي اللي بيتعرض فيه يا اما الخامات يا اما الوان، وريدي تو وير بيتقال على السواري برضو. لا ما هو انا هقول لك الفرق، بس هو الاوت كوتور اللي هو الراقي جدا اللي تنفيذه اللي هي وان بيس، وان بيس وبيتعمل بعنايه فائقه وفي زباين ما بتجي الا طبعا مصممين عليه حاجات اللي صعب وحاجات غير مراد. يعني معظم الناس هلقيت صاروا بدهم الريدي تو وير لانه اسهل حتى الاونلاين. انا كمان صغرت المقر من ضمن الاشياء اللي عملناها ايام الكورونا، ابني هو اللي ماسك المكان معي بسم الله ما شاء الله. عندك ابن كبير كده؟ عندي يوسف يحيى في هندسه بدرس، الله هو اكبر ما شاء الله، ويوسف في ام تي اي بدرس اداره اعمال هو هذا اللي ماسك المكان عندي. لسانه حلو وكده لطيف الستات بيحبوه قوي. وبنتي عندها 12 سنه في سنه. الله يبارك لك حبيبتي. الله يخليك ما شاء الله لا قوه الا بالله. الريدي تو وير ممكن يبقى فساتين بسيطه وسمبل زي وممكن داي ديلي داي وممكن يبقى لسه بقول تايرات او بدل، والتايرات دي ممكن تبقى عادي للصبح وممكن تبقى تايرات ساتان بالليل تخلي بيها كاتب. والأوت كوتور ممكن يكون تايورات وممكن يكون كمان سواريهات. يعني أنا عندي عملة إذا ما عملت تايور أوت كوتور ما بترتاح، لازم تجيب ماتيريال نظيف والفنش يدوي وينعملها العروة بطريقة معينة، وبالذات الستات اللي في سن معين الكبار اللي وعيوا على الخياطين الشاطرين اللي هي هتدفع معلش يا جماعة اللي هي هتدفع رقم محترم فيه بس مش فارق معاها هو فستان ولا تايور، بس هي عايز تلبس قطعة ما حدش لابس زيها بالظبط وبتهتم بتفاصيل الخياطة. أنا عندي عميلة من 19 سنة من يوم ما بدأت استضطني وأنا بشتري قماشة والله العظيم وأنا بشتري قماشات صارت تقول لي أنت بتعملي إيه وكذا، كنت لسه صغيرة أياميها. قالت لي أوكي خلص وإجت لي لهلا بفصل لها كل ما تجي عندي تقلب في الفستان تقول لي الله الفينش كيف عملتيها؟ طورتي الفينش يا هبه غيرتي بالكذا، يعني صارت بتتابعني هدول العملاء هدول انا لا يمكن يعني. طيب هبه انا عايزاكي انا عاجبني دماغك ربنا يوفقك يا رب ويبارك لك في اولادك اللي بيساعدوكي، وعجباني المبادره جدا اللي انت عاملاها وبفكر اقترح عليكي اقتراح. ما تخلي برضو الستات دي ممكن تشتغل في الريسايكل، انت عارفه منتشر دلوقتي على النت ان ممكن انا عندي فستان مثلا لبسته في مناسبه مش هلبسه تاني ممكن اعرضه على صفح معينه بيتاجر. طب افرضي انا مش عايزه اجره مش عايزه حد يلبس فستاني، هل انا ممكن تستغلي المبادره بتاعتك تزودي عليها شق انه ايه اجيب الفستان شيلي لي الكورساج شيلي لي الصدر واعملي لي صدر غيره؟ فكره كتير حلوه ريسايكل انه اغير في شكل الفستان. هم على فكره يعني في منهم بيعمل هيك
زي ما قلتي، بس كويس انك قلتي لي عشان ااكد عليهم المعلومه. وفي منهم واحده بتعمل كروشيه مثلا، كروشيه بيعقد، فحلو انها تعمل الباترون وتعمل عليه الكروشيه تبعها، يعني اشوفي الافكار زي ما قلتي. يعني انا يعملوا اشياء يعني كتير مش ضروري. لو انا عندي فستان مثلا شيفون اسود بقى خرجت بيه واحد ممكن يستفيد، لان انا مترصصين ما لهمش اي لازمه. حلو. يعني انا دلوقتي وبحبهم مش عايزه ممكن تقصي تعملي تقصي الكورساج، هتقصي النص اللي فوق تغيري لها اللي فوق خالص. حلو. او تعملوا دونت تدخل فيه خامه ثانيه. هو ده الستايل. هم هيسمعوا فيها طلعت الستايل. هي نكشتني دماغها حلوه فعلا. الستايلست اللي شطوره ما شاء الله عليكي. لا هم راح يسمعوكي هلقيتوا هيتاثروا على طول. ده مش طبعًا. بس هم كمان كل لا وهيجيب لهم شغل اكتر، لان كلنا كستات بالذات اللي بيحضروا مناسبات كتير عندنا كم سواريهات مترصصه جنب بعضها في الدولاب ملهاش لازمه. صح معاكي حق، معاكي حق. انا بطلع الحرير الطبيعي تبعي، عندي فساتين حرير طبيعي. انا بطلع الحاجات للناس باخدهم بقول لهم اللي عندها خطوبه تاخده، اللي عندها مناسبه تاخده. في اشياء لازم تطلع. هقول لك ليش. عندنا مثل بيقول اجره ولا هجره. صح. اعطيه لحدا يستفيد منه طبعا. بس في حرير طبيعي مش حيلا حدا بيفهمه. لا وحاجه بتحبيها عارفه مش عايزه بس خلاص ما ينفعش. ولو غسلوه في ماتيريالز في مواد تنظيف معينه بيدوب. لا لا لازم لاندري. لا لا طبعا. فلازم معامله خاصه لازم. فباخده بعيد بعمل له شيء ثاني، ممكن اعمله بليزات، ممكن اعمله بنطلون مثلا. هو لا اعملي حسابي انا جايه. انا جايه في الريسايكل. ميرسي جدا 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 مصممه الازياء هبه ادريس نورتينا، وربنا يوفقك انت وكل الستات المعيلات اللي بيتعلموا عندك، وان شاء الله ينضم لكم ناس كتير جدا. يا رب. واي حاجه نقدر نساعد بيها انا وليلى والبرنامج اعتبر ان ده مكانكم دايما. حبيبه قلبي تسلمي لي. انا مبسوطه فيكم كتير، وانا مبسوطه فيها طبعا حبيبه قلبي، لانه انا بحبها يعني حب مرضي. ربنا يبارك لي. انا هسيبكم تاخدوا بعض دلوقتي. ايوه بلاش احضان. وهخرج انا فاصل سريع. لا وحبوسها برضه. هنخرج لفاصل سريع ونرجع لكم تاني. ويلا بقى عشان كل لبسنا واتخطبنا وعملنا كل حاجه، فاضل نملى المعده. ازيك يا نهنو؟ الحمد لله. ازيك يا لولو يا قمر؟ الحمد لله. استاذه نهى ماضي من مطبخ بورلاند هتعمل لنا ايه؟ هنعمل النهارده اكله اسباني، هي تورتيا دي باتاتس او تورتيا بالبطاطس، وهي فطار. يعني هي الاكله دي بتتاكل على الفطار مين اللي لانها بتبقى اكتر بطاطس. ايوه هي زي عجه بطاطس بالبيض، بس هي حلوه قوي وطعمها جميل وهيعجبكم، وسهله جدا في العمايل كمان. فهنبدا بقى ايه، بحط الاول حاجه الزيت بس على النار يسخن، واقول لكم على المقادير. هنستخدم مثلا بطاطستين ونقطعهم شرايح رفيعه، ممكن اقطعهم مكعبات عشان ياسمينة أيوة. كانت بتكلمني انها بتعملها مكعبات. بس احنا من مطبخين غير ايه، عاملاها اسباني انا عاملاها اسباني اتعلمتها ارجنتيني بالزبط. فعشان كده هنقول لكم الاثنين. هي ما في الاخير الطعم هيبقى واحد. صح. اكيد ان شاء الله. بنجيب طماطم، بنجيب بصل وبنقطعه جوليان رفيع برده معايا. بحاول بس اخلي البطاطس رقيقه جدا والبصل رقيق جدا بالظبط. يعني كانك بتعملي شيب ده حقيقي عشان تستوي مني بسرعه، مش ما تاخدش وقت في البان لما احطها هنا. بجيب خمس بيضات لو البيض صغير، او اربع بيضات لو البيض كبير شويه، شويه بقدونس وشويه طماطم كجارنش، وطبعا زيت. انا هحتاج تقريبا نص علبه زيت او كوبايه زيت كامله، لانه بتحتاج زيت كتير. طبعا انا حطيت الزيت على النار لان انا محتاجه احط البطاطس على طول. لا ترتشي بقى انت لوحدك هنا. اساعدك في حاجه؟ لا لا خالص. انا كل اللي هعمله هعمل طبقه ما بحطش عليه ملح ولا حاجه، بحط شويه ملح بدبله بيه دلوقتي. بعد ما بحط البطاطس والبصل. أوكي. انا مش هعمل كميه كبيره عشان بس يلحق يستوي مني. اوكي. فانا كل اللي هعمله دلوقتي، انا حطيت البطاطس هحط على طول فوقيها البصل. لانه لازم يستووا مع بعض، مش عايزه احط البصل الاول لانه البصل هيتحمر قبل البطاطس. فلازم يتحط البطاطس الاول تحت وبعدين احط فوقيها البصل. كل اللي هعمله بقى دلوقتي، طبعا البصل بيدي نكهه حلوه قوي. هما الاسبان بيحب يعزوا البصل مع زيتهم للغموس يعني. هنحط شويه ملح عليها كده، ونحط عليها الفلفل الاسود كده. الاكله دي بيتقال عليها تورتيلا في بلاد، وبيتقال عليها في اسبانيا تورتيا. فلما نعوز مثلا اي حد عايز يدور عليها على اليوتيوب هتلاقيه مكتوبه بالاسباني او بالانجلش تورتيا دي باتاتس. في تورتيا تانية من غير بطاطس بالجبنه، ودي حلوه جدا برده. وفي بقى تورتيلا بقى تانية خالص اللي هي الفطار الفرنش. اومليت تاني مختلف تماما عن ده. بقى بالمصري وبالعربي نقدر نقول عجه بالبطاطس.
ما شاء الله مترجمين فوريا يعني يا جماعه. بما ان انا كنت معاشره ناس فعلا ارجنتينيين وكده، فهي فعلا تورتيه تورتيه وبيعملوها على الفطار او على العشاء، على العشاء وانا بموت فيها، فانا قاعده معاها. ده حلوه معلومه لغويه عشان الدبل ال زيها ما بتتنطق. ايوه برافو يا لولو. برافو. انا عايزه بقى اقول على حاجه، معلش كده، بما اننا بنهزر مستنيين البطاطس والبصل، مستنيين طبعا في الانتظار. على فكره بقى انا بحقد على استاذه نهى عشان مش حداد ومش لابسه. انا النهارده قررت ان انا يعني ايه، لا طبعا نغير المود شويه. نغير المود شويه طبعا، يعني اهزر معاكي. الف رحمه ونور على امير الكويت طبعا، يعني وكلنا طبعا زعلانين عليه، بس احنا بنحاول ان احنا نتعايش مع الاخبار بقى ونكمل يومنا. طبعا. فانا قلت اغير شويه، على الاقل فقره المطبخ يعني هناكل بقى. فاول معانا خطبه، شفتي الخطبه اللي انا اول مره اسمع عن الخطبه فعليا انها موجوده، ولا أنا يعني اعرف موقع تعارف لكن خطبه. أيوة. خطبه انا مبسوطه انها موجوده بصراحه. ايوه لا لا بصي، ما زمان الخطبه كانت مهمه جدا في الجواز. وبعديها طلع بقى الـ يعني الابجريدنج بتاعها كان اعلانات الزواج في الجرايد والمجلات. الجرايد. ايوه. وصباح الخير، مجله صباح الخير، تجيب القراءه والحياه تقدر الحياة الزوجية. لا والسن من كذا لكذا وبتاع. وكانت صباح الخير، مجلة صباح الخير كانت يعني من بس فايونير. والله انا كنت بقرا حاجات بتاعت الموضوع حتى مجلة ماجد، مجلة ماجد كان فيه في الاخر خالص، ماجد بتاعت الاطفال. في الاخر خالص صور بقى تعارف ومقيم مش عارف مين وبدور. أيوة، عشان كانت الدنيا اصعب بكتير. لا بس كان يعني ثم بدات السوشيال ميديا وقربها. انا لما برفع الغطا كده في ميه في الغطا بخليها جواها عشان الميه دي اللي بتخليها تستوي. ببقى حريصه ان انا كل ما ارفع كده اقلبها في بعض. انا هدفي ايه؟ هدفي انها تستوي وتبقى طريه خالص، بهرزها في بعض كده فبتبقى يعني لطيفه. يعني حضراتكم عارفه حاسين الموضوع غريب شويه، بس صدقوني لا والله لطيفه. تحبي اضرب لك البيض او اقلب لك؟ لا ما احنا ممكن هنضرب البيض. المكونات لطيفه، ممكن هنضرب البيض سريع. استني هنا استعمل ده. معانا مروه. استعمل ده. لا قولي الو يا شيف. الو الو، اهلا يا مروه. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ منورانا يا مروه، اهلا بيكي. الله يخليكي. ازيك يا مدام ليلى؟ ازيك يا مروه. ازيك يا مروه، منورانا. تعالي كلي تورتيه. فاكراني؟ فاكراني حضرتك؟ فاكراني يا مدام ليلى؟ هو صعب. طب قولي لها ايه؟ طب اديني يا مروه. انا قلت لك بلاش الكلام الانجليزي. يا حبيبتي فعملناك اكله كلها انجليزي. اكله كلها انجليزي النهارده يا مروه. بس يا مروه ما تفتكريش ان ياسمين انا بترجم طول الوقت، صح؟ بتاعت مكالمتك وانا بترجم لك طول الوقت. اهلا يا مروه. صح صح. لا ايوه انت هتنصريها عليا يا مروه. بحبك خالص. احنا بنحبك. ايه رايك يا مروه في الاكل اللي بنقدمه؟ عجبك؟ جميلة جدا جدا، تسلم ايديكي. على فكرة يا مروة جربيها بقى يا مروة وقولي لنا رأيك فيها ايه؟ ان شاء الله. بس أنا عايزة أطلب طلب منكم معلش. اتفضلي. أنا عايزة أكلات لمرضى القولون. عشان بنتي تعبانة ومحتارة أكلها ايه؟ حاضر. من عينينا حبيبتي. من عينينا حبيبتي. ألف سلامة عليها وإن شاء الله. ما تقلقيش، الشعب المصري كله عنده القولون. كلنا. بنتي أنا كمان عندك، كلنا عندنا القولون ما تقلقيش. كل اللي انا بعمله دلوقتي انا بفرح عليها كل شويه كده واقعد ايه اهرسها كده بالشوكه او بالمعلقه او اي حاجه انا ماسكاها. انا مش محتاجه لها الرسه لاني مش عايزاها تبقى مهروسه قوي. انا عايزاها تبقى مقطعه في بعض. فيها حتت. ايوه حتت قطع كده، عايزاها تبقى مقطعه مع بعض. وهي يعني بجد الاكله دي انا لما جربتها وبصراحه يعني جوزي ربنا يكرمه هو اللي عرفني عليها. هو كان عايش في اسبانيا فتره وكل شويه يقول التورتيه دي من الاكلات الحلوه، احنا ما بنعملهاش في مصر ليه؟ فلما جربتها في البيت سهله جدا جدا ومغذيه بالظبط وبتشبع وحلو وفيلنج ومش محتاجه عيش معاها خالص. كل اللي ممكن تاكليه مثلا فلفل او طماطم او حاجه بسيطه حاجه في السلطه بالظبط سلطه وخلاص. يعني وهي فعلا يعني من الاكلات من الفطار الحلو الشهي. واعتقد ما اعتقدش يعني حد جربها وما عجبتهوش بصراحه. طيب معانا اسراء. الو اتفضلي يا اسراء. اتفضلي يا اسراء. ايوه سلام عليكم. عليكم السلام. ايوه بس حضرتك انا عايزه اخد حق فضلك اريح حضرتك حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. انا متقدمه عايزه كده وانا بحب واحد واهلي كلهم مظبطين عليه وكده وانا مش عارفه اعمل ايه. ثانيه عشان نفهم، ثانيه واحده. هي بتحب حد ومتقدم لها عريس اهلها ضاغطين عليها فيه. صح احنا فهمنا صح يا اسراء؟ ايوه مظبوط.
يعني هو حالته الماديه تانية كويسه جدا وانا مش بحبه، بس انا اللي بحبه حالته الماديه يعني بالنسبه له مش كويس يعني ضعيفه شويه. طب بصي يا حبيبتي، انا طبعا كل واحد فينا هيحاول يقول لك رايه، فتابعينا طبعا هنقول لك راينا. بس انا مثلا ياسمين لو زي اختك وعن خبره، هو ما ينفعش تتجوزي حد وانت بتحبي حد تاني. بالظبط. فلازم تنتظري شويه. يعني قصدي لازم تتكلمي مع اهلك طبعا. فاذا ما اقتنعوش باللي انت بتحبيه يبقى انتظري شويه، لان برضو مش صح انك تتجوزي حد ما بتحبيهوش فتقضي عمرك كله عشانه غصبتي على جوازه مع واحد ما بتحبيهوش. فهو يا تقنعي اهلك باللي بتحبيه يا تنتظري شويه. وانت لا رايك ايه؟ او انا رايي زي رايك بالظبط، او يا تقتنع بكلام اهلها ما يتفكر برضو يعني يعرف دينه يعني. يعني لا، عشان هي واضح ان اسراء لسه صغيره، عشان كده قلت انصحها. يعني بصي يا اسراء، البيوت مش بتتبني عن حب بس يا حبيبتي، فانت لازم تدخلي عقلك في النص شويه وتقيمي الموقف. يعني يا اما تستني اللي بتحبيه ده ربنا يفتح عليه اكتر واهلك يرضوا بيه او كده، او تسيبي الاثنين خالص وتستني. انت لسه صغيره، ما تخليش ان لازم تتجوزي لازم تتجوزي. لا، بس هي بتقول لك اهلها ضاغطين عليها، فهي في كل الاحوال لازم هتنول شرف المحاوله على الاقل قدام اهلها، توريهم انها بتشوف العريس اكيد العريس ده مناسب قوي، والا اهلها ما كانوش ضغطوا عليها بيه. لا، ما هو برضو إيه يعني إيه المناسب ومش مناسب؟ ما ده قبول من عند ربنا يا ياسمين. يعني ادي لازم البنات ادي نفسك فرصه وادي نفسك وقت. بالظبط. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك ان شاء الله للخير دايما، وصلي استخاره برضو وحاولي تفكري كده وربنا يوفقك يا رب. الجواز بقت مشكله كبيره بالنسبه هي كل العلاقات بقت مشكله. اصل بصراحه ليلى قالت جمله مهمه جدا، هو الجواز مش بس حب يا جماعه. صح طبعا، يعني برضو موده ورحمه وعشره وامكانيات. ايوه، وحاجات كتير زي ما انا قلت لسوسو. اهل دي مهمه جدا، يعني فكره توافق العيلتين وانهم من نفس يعني واعين في نفس المنطقه يعني. طب انا هرد على التليفون، معانا ياسمين من هنا. الو. الو، من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ياسمين. ياسمين وياسمين، اهلا اهلا. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت اللي عامله ايه؟ منورانا بتليفونك. تسلم، ربنا يخليك. ايه يا روحي سؤالك؟ عايزه اعرف المكرونه البشاميل لما بعملها بحسها ان هي معزنه كده مني، مش عارفه ليه. انا اقول لك ليه يا ياسمين يا قمر، لما تيجي تعملي البشاميل حطي معلقه سمنه وبعدين معلقه دقيق، وسيبي الدقيق يطبخ في السمنه، قلبيه شويه والنار ما تكونش عاليه، تكون على الوسط. لما يتقلب شويه كده حلوين تبداي تضيفي اللبن واحده واحده، وفي ايدك زي اللي احنا بنضرب بيها دي، وعلى طول تقعدي تقلبي وتضيفي اللبن وتقلبي وتضيفي اللبن، تقريبا هتضيفي نص علبه لبن. بعد كده هتلاقيه سائل وجميل، وتحطي بقى ايه معلقه كده من الجبنه المطبوخه اللي بقول لك عليها دي، هتطلع حلوه قوي. ميرسي جدا يا ياسمين. معانا نور. الو. اهلا يا نور. الو. نورة. نورة يا نورة. ايه يا نورة حلوة يا نورة. اتفضلي يا حبيبتي انت معانا. نورة وطي يا حبيبتي التلفزيون واسمعينا من التليفون لو سمحتي. ماشي. انت عندك كام سنة يا نورة؟ انت لذيذة. ماشي. شكلها صغيرة خالص نورة. ماشي. انا عندي 19 سنة. ما شاء الله يا حبيبتي. ما شاء الله عليك. اهلا يا نورة. سؤالك ايه يا نورة؟ الحمد لله كويس. سؤالك يا حبيبتي اتفضلي. على سمحت عزمته تدعي لي كده، بتدعى حلو كده. معلش. لا تدعوا لي، تدعي لك عينينا الاثنين. ربنا ربنا يقدم لك اللي فيه الخير. بالظبط، عشان ربنا هو اللي عارف. دي احلى دعوه فعلا، لانه ما حدش عارف الخير فين. ده حقيقي. انا عملت ايه دلوقتي؟ خلاص زي ما حضراتكم شايفين قطعتها خالص وبقت حتت صغيره في بعض، وبروح حطاها على البيض بتاعي اللي ياسمينه مشكوره ضربته في بعض، وحطت عليه شويه ملح وشويه فلفل. بصفيها خالص كده من الزيت وبنزلها في البيض بتاعي، وكده انا ابدا بقى ايه اضربها مع البيض، اتاكد ان البيض اتخللها، واحط بقى الطاسه دي بقى على النار. حاضر ياسمينة. ثانك يو حبيبتي. وبضربها كده كويس. في ناس بتلعب في الخلطه فبتحاول تعملها بطريقه ثانيه، زي مثلا في المغرب انا شفت ليهم برضو الطبخات دي بيعملوها، بيحطوا عليها بقدونس. ممكن نحط بقدونس، ممكن نحط بهارات ثانيه، بس انا بعمل الطريقه الاسبانيه البيور اللي هم ما بيستخدموش فيها غير الملح والفلفل بس. بس ممكن نحط كمون، ممكن نحط بابريكا، ممكن نحط شطه، وممكن نحط فلفل حار اللي هو الفلفل الاخضر اللي هو الحار. بس في العموم هي دي الطريقه الاصليه بتاعتها. كده انا ضربتها في البيض تقريبا خمس بيضات مع تقريبا دي، انا حطيت بطاطستين يعني، وبحط شويه زيت صغيرين.
طيب الو، معنا تليفون. الو سالي، اتفضلي. الو. هاي سالي. الو، اتفضلي يا سالي. اهلا يا سالي، منورين الدنيا يا بنات. منوره دلوقتي. حلوه يا بنات دي، انا شخصيا سعيده قوي يا بنات. اللي يشوفكوا اصلا حاجات قمر صغننين كده. ده عينيكي اللي قمر يا سالي، اتفضلي يا حبيبتي. انا بس كنت عايزه بس اتكلم الفنانه الجميله. ايه يا روحي؟ ايه الفنانه انت شايفه ان الجميله ان انا جميله؟ الله يكرمك. طبعا جميله. اهلا بيكي. انت جميلتك جدا. اهلا بيكي. قوي 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 وبحبك جدا حبيبه قلبي. ربنا يخليك يا رب ويسعدك. تسلميلي يا روحي، منوره الدنيا، وربنا يديك الصحه وطولة العمر ودايما على الساسه. وحبيتك قوي في مسلسل الكبير قوي، ومع الفنان الجميل احمد حلمي برضو كنت قمر ومنوره الدنيا. وبتمنى ان انا في يوم من الايام اشوفك بجد. ربنا ان شاء الله يخلينا نتقابل باذن الله. ميرسي يا سالي. ميرسي جدا. ميرسي يا سالي جدا. انا هطرق في المكالمه عشان ده ليلى ممكن تعيط مني حالا. والله بصي عينيها دم. والله انا عارفاها الست دي. احنا بنشكرك على كلامك الجميل، واحنا كلنا بنتمنى طبعا ربنا يخلي لنا ليلى منوره حياتنا كلنا. طبعا اطراء جميل وكلام حقيقي. هيا والله يا لولا بجد، يعني انا انبسطت لما جيت البرنامج ولقيتك فيه. فيش يلا. مش هينفع طبعا اغرب دلوقتي لان انا لسه مستنيه. انا ممكن اوريكم الشكل النهائي للطبق. كل اللي عملناه وهنقلبه. كل اللي عملناه حطيته بالظبط، هياخد مني دقيقتين. هحس انه تماسك من تحت واقلبه في الطبق هنا واروح مرجعاه تاني للطاسه، ويبقى الوش فوق اتعمل ومن تحت الظهر اتعمل. طب انا مش قادره. ايوه. وده بقى ايه؟ هاتي شوكه معاكي. شوكه معاكي. التورتيه الجاهزه بتاعتنا ومعاها شويه جارنش حلوين. ناكل معاها طماطم، ناكل معاها خيار، ناكل فلفل. يعني احنا ممكن ناكل معاها يا فادي ولا قبل ما ناكل ولا ناكل؟ وطبعا بقى نشرب بقى عصير من عصاير عبور لاند الجميله مع الاكله بتاعتنا دي، ويبقى فطار متكامل الحقيقه. فادي انت ما شفتهاش اصلا. اتفضلي يا استاذه. شكرا يا استاذه. اوه حلوه جدا 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 جدا. مش حسابك، احنا اللي هناكلها. انا بحبها جدا جدا. احلى فطار، واعتقد سهل جدا وسريع جدا ومغذي جدا كمان. بس في جمله انا والشيف مش هقدر. ايه؟ وفي بقى اللي انت عاملاها اسباني طبعا وعلى اصولها. وانا اتعلمت سنه ان ساعات بيحطوا لها بيكنج باودر فتنتج زي الكيكه. عشان تبقى زي الكيكه ممكن، يعني اللي حابب يخليها. انا حباها متكوكه. ميرسي جدا جدا يا نهى، وميرسي يا ليلى، وميرسي لكل المشاهدين اللي اتصلوا بينا النهارده وشاركونا الحلقه. واستنونا بكره وحلقه جديده واحنا الستات.